أزمة تانية من أزمات البيوت، أزمة الشك والغيرة. يا عم أنت بتحكي على سنة 2018 ولا بتحكي على أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو السيرة حياة. فكرة أن المرأة أحياناً بتغار، ده جزء من تركيبة المرأة، وأن المرأة أحياناً بتبقى عندها غيرة وعندها شك، وده جزء من إحساسها باحتياجها للأمان. ونتعالج مع الموضوع ده إزاي؟ يعني الراجل المفروض يتعامل إزاي؟ شفنا النبي بيتعامل مع كل موقف إزاي؟ طب في الموضوع ده إزاي؟ السيدة عائشة داخل النبي ينام جنبها في سريرها، وبعدين هو افتكر أن هي نامت، أما النبي صلى الله عليه وسلم قايم لبس عليه وخرج بشويش قوي وفتح باب الأوضة وقفل باب الأوضة بشويش قوي. فطبعا قامت جارية وراه ولابسة الطرحة بتاعتها وخارجة عايزة تشوف رايح فين. فراح البقيع، البقيع حيث موت المسلمين، ووقف طويلا يدعو لهم بالليل. ففضلت تراقب 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 لغاية ما النبي راجع، قامت راجعة جري علشان تدخل سريرها قبل ما هو يجي، وإلا كانت فين. فرجعت جري، فالنبي دخل لقى واحدة بتنهج في نايمة. بس قال: أين كنت يا عائشة؟ هي نايمة، أين كنت يا عائشة؟ وبعدين قام قايل لها إيه: يا عائشة، أظننت أن أظلمك في ليلتك بالذهاب إلى غيرك من نسائي؟ لا والله يا عائشة، ولكن أتاني جبريل. إيه ده حيوضح لها؟ في رجالة يا جماعة لما يعرفوا أن مراته غيرانة أو أن هي فيها حاجة قلقاها، هي ووو يعني ما علينا يعني. المهم إنما النبي ما عملش كده، ده بيعمل إيه؟ ده بيشرح لها وبهدوء، ده عايز يطمنها. دايما ننصح الزوجين أنه مهم قوي أن هم يتفقوا مع بعض على أن هم يطمنوا بعض، وان هو لو في اي حاجه انا حاسس ان زوجي فيها او زوجتي انا مش مطمن فيها، دايما يبقى في مصارحه ما بينهم ما بين بعض. اصل المراه بتحتاج للامان من اكتر الحاجات اللي بتحتاجه. لا يا عائشه، لقد اتاني جبريل فقال: اذهب الى البقيع فاستغفر للمسلمين والمسلمات. فذهبت للبقيع ثم عدت. والله يا عائشه، ما كان لي ان اظلمك في ليلتك، انا ما عملش معك كده. يا على الحنيه، ما قالش أحسن خليها شوية كده. شفتوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها رحمة وفيها بحث عن الأمان اللي المرأة محتاجاه، مش إشعال عدم الأمان علشان هو يشعر بالزهو. لا 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 لا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكمان في تركيز على غلاوتها ومعزتها في قلبه. لا يا عائشة، أنا ما أعملش معاكي كده، لا أدي الموضوع هشرح لك الموضوع. التعامل مع الشك عايز، والمرأة بطبيعتها بيحصل معاها كده، فعايز رحمة وعايز رجل رحيم ناضج عاقل. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يحط لها قاعدة، قاعدة بقى للتعامل مع الشك والغيرة للرجالة وللستات، قاعدة علشان تعرف ازاي تتعامل. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبها الله ورسوله، وإن من الغيرة ما يكرهها الله ورسوله. فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة. الغيرة في الريبة يعني هو طول النهار كل ما يقعد قدامها يقوم قالب تليفونه على ظهره، وبعدين التليفونات عمالة تيجي يقوم مخبي التليفون، يعني في حاجة مش طبيعية هو بيعملها، في غيبة. لكن الست قاعدة في أمان الله على طول شكك فيها. يا سيدي أنا ما عملتلكش حاجة دلوقتي. دي غيرة يحبها الله، دي غيرة يكرهها الله، دي القاعدة. في سبب ولا ما فيش سبب؟